السلام عليكم ورحمة الله أخوتي خواتاتي لافامي، كراكم بخير. يعني اليوم معنا واحد المشارك جديد أخوتي من آسفي العزيزة ناس عبدة. تحياتي أخوتي، تحية لكم كبيرة من عند أخوكم يونس. وهاد المشارك أخوتي هو المقدم قبيسة عبد المجيد من آسفي جامعة سيدي بودهب. تحياتي خويا، وتحية للصربة ديالك والناس ديالك والخيالة ديالك. تبارك الله عليك، الله يحفظكم. متنساوش تدعموا قناتي بالبارطاج والمشاهدة واللايك. والسلام عليكم، ومشاهدة شيقة. الناس ديال الإذاعة، تحية لجيد قبيصة أخرى. عالجيد قبيصة، الله الله. يلا سي عبد المجيد، محرك خاوي يجيب تيسير الحفيظ الله. فالان العلم انطلق الان امامكم. المقدم ديالو هو عبد المجيد قبيصة اقليم اسفي الحاوي. الحاوي سيد الحاوي، عبد الحاوي سعيد حري، الصحة كريم، الرحاة كريم، الرزاق واحد الاهداء بسرعة. عبد الحاوي سعيد حري، تلقى مدوية من ديوان الأخت حنان السكري، الحوي أخت الحوي ميلو، سعداتي بساداتي اللي صنعوا البارود مقياس. مدينة آسفي سيدي بودهب حفظ الله. Thank you.
خطره دي فوق عندهم.